السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا النهار. يا ربي الخضيرة اللي عندي كلها خرجتها قطعتها طريفات كيف ما تشوفوا معايا، هكا باش غنديرها الغدا، باش غادي ننظف الثلاجة. الثلاجة اليوم وصل الاجل ديالها، هانتوما كيف ما تشوفوا عامرة، باش عامرة عبد الدخشيش قبل ما عندها ليا جاكمو بحال ماريو، ولات ما بقاتش ثلاجة. شديتها خويتها حيدت كاع داكشي، ما فيهاش الخضرة بزاف، فيها اكثر يا غالماعين والعنب والديسير والبطيخ وشي تخربيق. شوفوا كيما مسخة، شوفوا شوفوا ملي مرضت والله ما نكذب عليكم توسخات بزاف. دار فيها ديك الخضره اللي جات من المغرب، بطاطا وداك الشيء بالرمله ديالها واللفت بقاو تما، ايوا توسخات ما نعاودش لكم. انتم شوفوا معايا صافي. دابا اش غادي ندير؟ غادي نشدها وغادي نحيد ليها كل شيء، هاد الطاجيرات ديالها كيف ما تشوفوا معايا هكا. غنبدا من الفوق تنحيد هاد الفوقانيين هما الاولين ونبدا نخرج. عيطت على واحد السيده جات تعاونني في الشغالات ديال الدار هاد النهار هذا، ايوا معاونين، هي شاده جهه وانا شاده هنايا، كل وحده كدير في قنت. غنبدا نضرب حتى تنحيد ليها كلشي، هاد الدجاج هذا كيف ما تشوفوا معايا هكا تنحيد ونحط في هذاك الصندوق ديالها. تخرجتهم كاملين جا هادو، تنحيدو هادو من الاولين. ها اضربو في الفوق كيطلعو تيتفاوتوا على البلايص ديالهم. اوكي صافي تي يخرج. شفتوا البلايص ديالهم كدير؟ نحط هنا نفس العمليه تاع هاد الصغار. اوب اوكي صافي، غندي دابا كلشي يتغسل. حط هنايا هاد الجوره، تخرجوا دايما هاد التحتانيين هما الاولين. شوفوا شوفوا ها شوف ها سيمانه تجلسي حلا ما عمرك ما شقيتي. اوكي هنا بالنسبه للداخل باش غنضفها، درت غير الماء وغندير فيه واحد شويه كيكه ديال الصابون ديال الماعن. شوية هكا فونجا والشيتا، الا شي حاجه ما وصلتهاش شي بلاصه ولا هكا نهز دابا البونجا هكا تنبدا. بسم الله فانتو شتو كلشي غنحطوه، نبدا ندوز كاع على الجوانب ديالها هكا. بلاصه اللي ما سيكلتهاش ما بغاش تحيد تندير هكا صافي، تندوز تنحيد هذا الصابون هكا. نبدا نمسح دابا هنا ما كاين والو، ندوز غير الشيفونه نقيه كانت معلكه مسخه ما نقيش. صافي تنعاود نغسل هذه دابا، نغسلها مزيان نشللها من التيت ونعاود عاوتاني بها تنظف كلشي، ما نخويش الماء ما يهبطش ليا الماء. كما شفتوا ما كاين لا ما لا روينه لا حتى شي حاجه، داكشي اللي كاين كلشي حدو هنايا ما يخرجش. صافي غنستعمر دابا هكا تنغسلها كلها مزيان وغادي نوري لكم. انا صافي ملي نقيتها حيت لها كاع الوسخ وتنجيب الخل وترش دابا تتبدا تصوني، ملي تتبدا تصوني يعني تتقول لك سديني تتكون محلوله بزاف. صافي تنسدها ونعاود نحلها ونمسح دابا هاد الخل اللي دوزت. صافي تنقدر نحيد دابا كاع فينالي، دابا تنفينيها هكا مزيان. شوفوا معايا راهي تنقات مزيان، فيها والو غير داكشي ماشي غير سطحي ماشي لاصاق ولا شي حاجه متكونه، لان دائما كنمسحها لكتو دائما كتمسحوا الثلاجه تتبقى دائما نقيه. ملي مسحتوها مره على شحال 3 شهور ولا 4 ولا 5 ولا
تيتكون داك الشيء ويجيكم صعيب باش يتنقى. مالا كانت دايما كتنقى تتبقى دايما نقيه. كيف مثلا ندير انايا هكا، نرعى كتحوى صافي، تنخليها خاويه حتى تنمسحها مزيان عاد باش تنتقدى ثاني تنعمرها ندير فيها كل شيء. صافي دابا غنمشي نغسل هذوك الشيء ديالها، غنوري لكم كيفاش تاهما نغسلوهم. نتلاقى معكم. صافي دابا غنبدا نغسل هذا الشيء، هادو الجزورة، نحاول نخوي الماء هو الاول، نحيد الوسخ. الوسخ راه تيكون يلصق هنايا في جوج نيبات هادو، ولكن انا غندير غابي البونجا والصابون اللي درت هنايا في الاول بقى ليا. والشيتا البلاصه اللي ما وصلتهاش شيتا هكا تتوصل ليا كاع لهاد الجنيبات هادو. صافي نمشي لك نحط هنايا حتى تيسق ضرا. كملت هاد الصنيدقات هما درتهم كاع هنا، وغنجي دابا لهادو هاد الطاجيرات هادو. هادو تنحيد ليهم هاد البلاستيك هنايا هكا هنايا، تنحاول نجبدو من هنا شفتو، تنحيد ليهم كاع هذا لان تيدخل الوسخ في وسطهم. تتحيد هكا صافي، نغسل هذا العادي الصابون هاد الجهة ومن الجهة الأخرى. صافي تنحط دابا هنايا هكا، فرش ليهم واحد الشيفونة ونحط هنايا، وكل وحدة دابا تنحط ليها ديالها حداها باش ما نتلفهمش. هادي ديالها ها هي هنايا حداها هكا، وندير الأخرى عاوتاني بنفس العملية. تنغسل كل شيء هادشي صافي، تنجيب الصندوق ترجع كل حاجه لبلاصتها كما كانوا في الاول. وكنبدا نركب دابا كاع في دوك الطاجيرات اللي فوقه قبل وحده بالوحده، كتعرفوا كيفاش تركبوهم. المهم دائما الحاجه ملي تحيدوها في الاول تعرفوا كيفاش حيدتوها وكيفاش ركبتوها باش تجيكم سهله في التركيبه ديالها. ما تهرسوا حتى شي حاجه، ما تفورسيو عليها ما حتى شي حاجه، كيف ما تشوفوا معايا هكا تنحاول نثبتها مزيان. صافي غنجيب الطاجيرات عاوتاني الاخرين، ركبت لهم هذيك الحاشيه ديالهم ونبدا نركبهم تا هما. تندير المجر الفوقاني يعني دائما ملي كنبدا نحيدهم كنبدا من الفوق لتحت، وملي كنبغي نركبهم كنبدا من التحت للفوق. صافي تنركب لي هذوك الجويبات ديالها هادو اللي طاسكي ديال الثلاجه، هاد الجنيبات هادو اللي كنلصقو فيهم كنحطو فيهم القراعي والبيض وداكشي كلشي هكا. تنبداهم من الفوق لتحت وكنبك عليهم تينكاستراو دغيا كيركبو. صافي وكنجيب واحد الكاس هكا صغير ديال البلاستيك ولا الجاج ولا كل مره وعلى حساب موجود، كندير فيه واحد نص كاس ديال الخل هكا النص ديالو، اي خل متوفر عندك، لان الخل كيمتص الميكروبات، كيمتص ديك الريحه، اي ريحه كانت في الثلاجه ديال الصابون ديال اي حاجه كانت فيها تيمتصها. وتنخليه فيها واحد يومين ولا 3 ايام من بعد ما كنغسلها، ما كنخليهش دائما. صافي كنحيد هذاك الخل كنستعمله كنغسل به شي حاجه، غادي كيومين الاولى صافي اللي كنخليه فيها. ايوا ديك الخضره اللي شفتو معايا درتها واحد الشوربه، وجيت هنا لشي فلور، واحد شي فلوره بقات ليا حتى هي كاع الخضره اللي كاينه بغيت نساليها باش نتقدى من جديد. درتها في سميتو في الطنجره هنايا، وسلقتها في واحد شويه ديال الملحه، شي فلوره غير صغيره، وتنصفي فيها دابا كنحيدها باش نعتقو ريوسنا معدا باش نشقاو. وعدتنا المراه ونبقاو بالجوع، قلت ندير على اللي كاين بعدا نديباني بيه، المهم الغدا خاصو يكون. انتم شوفوا معايا، وجيت هنايا بزربه درت هادشي، وعندي هاد الربطه ديال الباربا، الوراق ديال الباربا راه كنت استعملتها مع شي 4 ايام هادي ويا عندي ولا اكثر، والله الا شريتها على حسب باش ندير بها الاومليط وما تليتش درتها، وبقات تما حتى اليوم كتاب. غنحيد منها عاوتاني واحد شويه كيف ما تشوفوا هكا، ما درتهاش كلها، وداكشي اللي بقى رانا غاسلاها ومنشفاها مزيان ولاويها في واحد الوراق ديال الكارطه، ودرتها في بلاستيك باش ما تخسرش ليا. تنديرها في كارطا هو الاول في الكاغط باش تتبقى تشرب وما تتخسرش. ها نتوما شوفوا راه شحال ويا عندي،
وترقوا مزيان هكا هاد ورق البربل، ما عندكمش ممكن تعوضوها بالسبانخ ولا باي حاجه بغيتو نتوما. ودرت واحد البولغه شويه ديال الملح وواحد المقله شويه ديال الزيت، وغادي نجيب البيض، عندي 5 البيضات هنايا بلديات، هادو هما الاخرين، غادي نكملوهم ان شاء الله اليوم. وطربتهم هنايا في هاد البول مع ديك المليحه، راهو مول المليحه اللي كتاكل الحار ممكن ديرو، رجعكم السيده داروا الحار من بعد، ولكن انا ما بغيتش نديرو دابا، داروا غير الزيت الحار. وشديت هاد الشيفلور هذا من بعد ما برد، وبديت كنقطع فيه شويه هكا طريفات، وانا نضيفه على هذاك البيض، وغنضيف عليهم هاد الورق ديال هاد السبانخ، هذا هاد الباربع عفوا، اولا السبانخ الا كانوا متوفرين عندكم، ولا اي نوع ديال الشلاضه كطيب ولا شي حاجه. وغندير كلشي في المقيله كيف ما تشوفوا معايا هكا، وغادي نحاول نرتبها هنايا في المقيله مزيان، نقادها نخليها على نار مهيله تتشد ليا راسها من تما، ونقلبها من الجهه الاخرى. فاطمه كملتي اختي؟ دخل عليك الزربيه اختي وغسل يدك واجي نتغدى. صافي كلشي موجود. انتوما درت على واحد الشوربه الغدا ديال الزربه ديال وييه طباخه. درت لك واحد الشوربه ما عمرك شتيها في حياتك. انت اللي غتحكمي عليها من بعد. درت لك واحد الشوربه انت اللي غتحكمي عليها من بعد. الاومليطه ها هي، غنوريكم من الداخل. يلا ونتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الروتين ديال هذا النهار، تنظيف ديال الثلاجه وخملنا الدار. ما وريتش لكم داك الشيء الاخر لان قوه الشقه بزاف، الدار كلها مرونه. غنوري لكم غير الاومليط من الداخل ديالو، المهم الثلاجه كيف تنظفوها وصافي. يلا شكرا لكم على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. مساو جمله، يعجبكم فيديو، مع السلامه.